حبايب قلبي بكل مكان وزمان، صباحا ومساء، محبتي محبتي كل قلبكم. الحياة من الطبيعة، والطبيعة كريمة معنا، ورب العباد أكرم عباده من الطبيعة وقدم لهم كل شيء بيفيدهم. نحن للأسف عم ندمر غاباتنا وقولنا وعم نحولها لباطون وحسن. حبايب قلبي، أنا والطبيعة رح نقدم لكم نصيحة من الطبيعة. حبايب قلبي بكل زمان ومكان، صباحا مساء، سلامات. نحن هلأ اليوم بالجزء الثاني من أنا والطبيعة. الجزء الأول نبس برمضان. أنا بس بحب أذكركم بشغلة، تابعوا البرنامج واسمعوه ورجعوا عيدوا وتأكدوا من النصيحة اللي أنا وجهتها. أنا مالي غاية غير أني فيد واستفيد، حتى إذا في أي ملاحظة أنا بتمنى أن أسمعها، وبتمنى حتى المخرج هادي الأستاذ هادي طبعا بتمنى أن أسمعها أي ملاحظة عن أي برنامج. بس أنا والطبيعة خاصة أنا عم بحكي فيه لفائدة أي إنسان، أي مشاهد، كل زمان ومكان، لأنه هو مفيد. اليوم بدنا نحكي بالجزء الثاني عن الأفوكادو. الأفوكادو موطنها الأصلي أمريكا الاستوائية، علما موطنها الأصلي الأصلي المكسيك. يعتبر الأفوكادو يعني غني بغذاء جميل جدا جدا جدا. كل البلاد الأمريكية، كل البلاد الغربية عندهم الأفوكادو بيستعملوه، وخاصة فلوريدا، كاليفورنيا، المكسيك، البرازيل، وهاواي، وأستراليا، وجنوب أفريقيا. أفوكادو هيك شغلة جميلة خضرة تحفظ بالبرادات لحتى توصل إلى المكان يلي هي لازم تستفيد منه. هلأ هو ممكن زراعته حتى بالمنازل عن طريق البذر، تاخد البذرة إلها طريقة خاصة ما رح نحكي عنها هلأ، لأنه نحن عم نحكي عن فوائد الأفوكادو. وفي كتير ناس بتجنبوها، ليش؟ لأنه ارتفاع نسبة الدهن فيها بيعتبروه عالي. بس للعلم معظم الدهون أحادية غير مشبعة بالدهون والمفيدة للصحة، وخاصة صحة القلب، وخالية من الكوليسترول. والمعروف أن الألياف الغذائية مفيدة جدا لحتى تضبط مستويات السكر بالدم، واقية للإمساك ولسرطان القولون. والأفوكادو غني جدا بمضادات الأكسدة يلي بيساعد على تخفيف من أعراض الشيخوخة المبكرة، ويساعد كمان على مكافحة السرطان ومرض القلب، ويساعد على عدسة العين ومن تلف الخلايا البصرية، وكمان من العمى يلي بيصيب المتقدمين بالسن. يعتبر الأفوكادو واحد من المصادر المهمة لفيتامين A، وغني كمان بالفيتامين B والأملاح المعدنية الضرورة للجسم، تنشط الكبد لأنه سهل الهضم، بيساعد على تصريف الفضلات من الأمعاء، وبيقضي على الغازات وترميم الخلايا. نعم. وبينصح تناوله أثناء فترة النقاهة من الأمراض، والشيء المفيد أكثر بيهدي الأعصاب، بيخلص الإنسان من التوتر. والأهم فيتامين A ودال وO. يستعمل لب اللحمي الأصفر المائل إلى الخضرة
أما الطازج للسلطة وفاتح للشهية، وكمان يستعمل ويستخدم كمعجون لترطيب وتغذية وعلاج الجلد، ويستعمل أكثر كوكتيل لأنه عديم الطعم، ويتم خلطه مع معظم الفواكه مع السكر والحليب والكريمة والبلح. حبايب قلبي، اللي بدي أقوله الشيء المفيد لازم نتعلمه، والأفضل نتعلم ونعرف كيف نطالع لحتى نشوف قديش ربنا كريم يلي قدم لنا من الطبيعة كل شيء مفيد. والمفيد الأكثر المطالعة والقراءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.